يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة، لأن الإنسان إذا جاء في ذلك اليوم ينظر أمامه لا يرى إلا ما قدم، ما في بس ما قدم أبدا، وينظر إلى النار تلقاء وجهه. يعني أعمالك هي التي تكون سببا في دخول الجنة أو دخول النار، ولا يلومن أحد إلا نفسه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من المنجيات الصدقة، هذه من المنجيات، والكلمة الطيبة. إذن الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق إما بالمال وإما بالمقال. بالمال الصدقة، تمرة شق تمرة شق تمرة. بالمقال كلمة طيبة يسمعها منك الناس. فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو كان صغيرا في نظرك، لكنه عند الله عظيم. وإن الرجل يتصدق بالصدقة من كسب طيب فيربيها، فيقبلها الله بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى يأتي يوم القيامة فإذا هي مثل جبل أحد. لا تستصغر الصدقة مهما كانت قليلة، فهي عند الله عظيمة سبحانه وتعالى. فأحسن إلى الناس بالمال وأحسن إلى الناس في المقال، ولا يقول أن أحد لا أملك شق تمرة، كل يملك. كم تساوي شق التمرة؟ نصف تمرة كم تساوي؟ فتصدقوا بقدر ما يعني تريدون، أهم شيء أن تكون من كسب طيب، لأن الله جل وعلا طيب ولا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى.